مرحبا شباب، الاسم نوار علاء عبد اللطيف، الملقب ابو علوش، صاحب كماليات علوش. مثل ما تعرفون عملي هو تحديث وتزويد السيارات. تعرفون احنا شعب يحب التطور ويحب الشغلات الحلوه والغريبه، ودائما احنا سباقين بهذا الشيء. موجود عندنا التحديثات جميع انواع السيارات، وسبق وان جتني قناه صوت المستقبل صورتني. بداية مشروعي كان مشروع كلش صغير وما عندي ذيش الإمكانية القوية بأن أفتح هذا المشروع عني. وبعدين الحمد لله والشكر فرجيت بأن طلع القرض مالتي اللي مقدم عليه وصار مشروعي، والآن كبرت مشروعي هسه الحمد لله والشكر. مشروعي صار أكبر وأحسن وتطور للأحسن بهواي، وتقدمت خطوات كلش هواي. على كيفك دوس. أي قاعدين أنا وزياد أخوي وصاحبي طبعا، قعدنا نسولف وشون كنا نعاني بالبدايه، شلون دخلنا بهالمشروع هذا وشون تعلمنا وشون صرنا. ففكرنا بهاي المبادره انا وياه وقلنا نسوي هالشيء هذا في سبيل نعلم هذا الجيل الجديد حتى لا يعانون مثل ما احنا عانينا. نزلنا المنشورات كل الجروبات، صار تفاعل بالمنشور وعالم قام تخابرني، هواي شباب خابروني. الدوره مستمره على طيله ايام الاسبوع. الدوره تشمل ميكانيك، تحديث كهربائي، تشمل جميع شغله تخص السياره. وهواي شباب عندي جو وتعلموا، وهسه عندي من ضمنهم علاوي اللي هو القديم. قبل فتره شفت اعلان على الفيسبوك من كماليات علوش، فجيت وقلت له انا احب هاي الشغله من صغري، واحب هاي السيارات واحب ان اشتغل كهربائيات واحب هواي اشياء. فقال لي اهلا وسهلا بيك، وطبعا للعلم مجانا. فعلمني كبدايه نظري، وبعدين انه قال هسه انت حان دورك انه تشتغل عملي. اشتغلت وبديت اشتغل، خطأت مرتين الحمد لله والشكر، ثلاثه ما صارت وبقيت مستمر. ابو علوش حبيبي خطا مره والله سوى من مكسوره، ربط الكهرباء غلط مال المازدا. ايه حرق الجلوبات، طق الفيوز. هسه قاعدة عندك بصورة صحيحة. يلا قاعد ترابيك بدنا نفيس أحسن حتى ما تنكسر عندك. تعلم شدتها وراها راح تطلع ويا من ويا زياد اللي هو كهربائي. شدها سهل وبسيط، بس أهم شيء تخلي بالك بالشغل. أنا جيت لأبو علوش وعلمني على الكهربائيات وعلى التزويد، وما قصر ما قصر أبو علوش، بارك الله بي والولد همات ما قصر وياي. هاي الشغلة بيها مستقبل، وأني أنا أحب أزود سيارات اللي أنا أحبها، وإن شاء الله أفتح لي محل. وانا اشجع كل شاب عنده اي مشروع بحياته او عاطل عن العمل بان يبدا بهيج مشروع ويفكر هو يساعد نفسه.